السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ ازيك يا منى؟ النهاردة هنتعلم ازاي نعمل اسمبلي لانواع الطرق عندنا سواء اربن او رورال. قلنا الطريق الرورال اللي هو الطريق الخلوي اللي هو الطريق اللي برا المدينة، والرورال والاربن اللي هو الطريق اللي داخل المدينة. طبعا اللي قلنا الفرق الجوهري ما بينهم ان الطريق جوا المدينة بيبقى فيه رصيف عشان بتبقى فيه كثافة سكانية، اما في الطريق الرورال اللي هو خارج المدينه بعمل شولدر اللي هو الطبان اللي احنا سميناه خلف الطريق. فده الفرق الجوهري ما بينهم. بس احنا هتبقى في فروقات تانية هتبان واحنا بنعمل الاسمبلي وكوريدور لكل واحد فيهم. ده مثال للطريق الرورال عندنا، هنعمل له اسمبلي. وده مثال الطريق الاربن عندنا برضو هنعمله اسمبلي. يبقى احنا النهارده ازاي هنتعلم ازاي نعمل اسمبلي للاربن روت اللي هو الطريق الحضري اللي جوه المدينه، وهنتعلم ازاي نعمل اسمبلي للرورال روت اللي هو الطريق اللي خارج المدينه، وهنشوف الفروقات ما بينهم. هنبتدي الاول بالاسهل، طريق الرورال الطريق الخلوي اللي هو خارج المدينه. ازاي نعمل رورال؟ طبعا قلنا الرورر المميز الفرق ما بينه وبين الاربن اللي هو بيبقى فيه شولدر. فاحنا في الاسمبل اللي هنعمله للطريق الرورر هيبقى فيه شولدر، هيبقى فيه انر شولدر اللي هو بيبقى جنب الجزيرة، والاوتر شولدر اللي هو بيبقى على حدود الطريق. الاول نعرف ازاي نعمل اسمبلي. اسمبلي هنلاقيها اهي، create assembly. احنا هنسمي الاسمبلي اسم مميز رولر روت والاسمبلي طيب حسب نوع الطريق. انا الطريق بتاعنا هيبقى هو طريق ديفايدد يعني نستخدم جزيرة، يعني مش مهم، ممكن نعملها أي حاجة، ممكن نعملها ديفايدد جراوند روت. أوكي، وفي أي مساحة فاضية هنحدد مكان الأسمبلي. ما قلنا ده الأسمبلي للرور. يبقى احنا كده عملنا السنتر لاين بتاع الاسمبلي. السنتر لاين بتاع الاسمبلي ده اللي احنا هنحط فيه مكونات القطاع العرضي للطريق، يعني مكونات القطاع العرضي للطريق دي اللي بحطها في الاسمبلي، وبحدد الابعاد بتاعت كل مكون من مكونات الطريق الرورال عليه. طيب احنا عاوزين نعرف مكونات الطريق الرورال من وانا ماشي من السنتر لاين لحد ما اروح لحدود الطريق. اول حاجة بتبقى الجزيرة، والجزيرة زي ما قلنا قبل كده يفضل ان هي تكون جزيرة اما فلاش دي اما دبريست، عشان الطريق الرورال بيبقى طريق سريع، فمش بيبقى فيه مش هعمل يوترنات. فانا بعمله يا اما فلاش اللي هو بعمل نيوجيرس في النص، او بعمل اللي هو دبريست. بعد الجزيرة بعمل الانر شولدر اللي هو الكتف الداخلي للطريق. بعد ما اعمل الانر شولدر اعمل الحارات اللي هي سواء الحارات زي ما قلنا نعملها يا اما كراون يا اما اعملها بلانر. بعد الحارات بعمل الاوتر شولدر الكتف الخارجي للطريق. اخر حاجة بعد الاوتر شولدر بعمل الميول. الميول قلنا ميل، الميل عندنا سواء ميل حفر او ميل ركب. احنا زي ما قلنا اول مكون عندنا في الطريق الرولر اللي هو الميديان. قلنا الميديان هنعملها يا اما ديبريسد يعني منخفضة، يا اما اعملها فلاش فرور. اللي احنا هنعمله هنعلم ندوس على السنتر لاين ده وندوس على حاجة تول باليت. تول باليت دي القائمة الخاصة بمكونات الاسمبلي اللي انا عاوز اعملها، يعني اي حاجة عاوز اضيفها على الاسمبلي دي بضغط على تول باليت. التول باليت دي اي حاجة عاوز اضيفها على الاسمبلي، اي مكون عاوز اضيفه
للاسيمبلي. قلنا اول حاجه عاوزين نضيفها اللي هي الميديان، يبقى احنا هنيجي على القسم الخاص بالميديانز. الميديان عندي زي ما قلنا احنا عندنا 3 مكونات، فلاش دي يعني في مستوى الطريد، دبريس دي يعني منخفضه، الريز دي يعني مرتفع. الطريد الرولر زي ما قلنا يفضل ان احنا نعمل فلاش دي يعني في مستوى الطريد او دبريس. دبريس دي اللي هي اهي، وهي برضو دبريس ودبريس، فلاش دي اللي هي اهي، وريز اهم ريز ده اللي احنا هنستخدمه في الاربن. هيبقى احنا يا اما نستخدم فلاش يا اما دبريست. فلاش اهي هندوس عليها، ده اللي احنا هنستخدمه في الطريق بتاعنا. اول لما دوست على الميديان فلاش جاب لي اللي هي الانبوت او الابعاد اللي انا هدخلها. اول حاجة بيقول لي هتعمل حاجز ولا لا، الحاجز اللي هو النيو جيرسي. بعد كده اللي هو العرض بتاعها، العرض بتاعها حسب الكود، نجيبه من الكود على حسب السرعة حسب نوع الطريق. عرض الجزيرة في الطرق في الطرق دي هتبقى من 5 6 متر، يبقى احنا ليفت ويدث نخليه كام، 2.5، ورايت ويدث 2.5. يبقى كده عرض الجزيرة هيبقى 5 متر كلها على بعض. هنا بيقول لك استخدم سوبر اليفيشن، انا مش عاوز اعمل سوبر اليفيشن في جزيرة، يبقى انا هعمل نو. وده اللي هو الاسلوب بتاعها، استخدمها بميل ولا لا، استخدمها بميل. رايت لين ويدث، هل استخدم سوبر اليفيشن؟ اقول له نو، انا مش عاوز اعمل سوبر اليفيشن في الجزيرة. وده الشولدر، الشولدر اسلوب هيعمله منين؟ ودي الطبقات اللي هيستخدمها في الجزيرة، بيف 1 وبيف 2 اللي هي طبقة الأسفلت، وبيز اللي هي الأساس أو صاب بيز الأساس المساعد. ممكن نسيبها زي ما هي. تمام. مود دايمنشن يعني مش محتاجين نغير فيها، المهم كده دخلنا أبعاد الجزيرة اللي عندنا. بعد ما ظبطت الأبعاد، اللي أنا هعمله إن أنا أدوس على النقطة دي وأعمل كليك شمال، أهي كده الجزيرة اتعملت عندي. ده البارير الحاجز اللي انا بسميه نيو جيرسي، وده هيمثل لي الانر شولدر سواء يمين او شمال. ولو وطبعا عرض الجزيرة هيبقى 5 متر. نعم، يبقى احنا عملنا كده الجزيرة بما فيها الانر شولدر. بعد كده هعمل الحارة، بس قبل ما اعمل الحارة لازم احدد نوع الحارة بتاعي، هل هو كراون ولا بزنر. فانا اجي على الحارات، لازم احدد الاول هل هو كراون ولا بزنر. لو كراون يبقى هحدد عرض الحرارة الشمال وعرض الحرارة اليمين، وأحدد الميول دي وسمك الطبقات. نجرب كده نشوف.
طبعا هي مش جنب الجزيرة، هنحاول نحركها بحيث ان هي تبقى جنب الجزيرة. بنعلم عليها ونعمل لها موف، ونعلم على النقطة لو عاوزين نحرك منها، أو ممكن نيجي على هوم ونعمل موف ليه. ونلزقها في الميديا. ده بالنسبة لو كراون، بس المشكلة في الكراون ده ان ما اقدرش اعمل سوبر اليفيشن. يعني هو السوبر اليفيشن اللي احنا عاملينه في الالاينمنت قبل كده مش هيتحقق، فاحنا هنعمل ده اللي هو بقدر استخدم فيه السوبر اليفيشن. هعمل الحارة دي لو انا عاوز اعمل كراون، يبقى انا هقلب الميل بتاعه ما خليه بدل سالب 2% خليه موجب 2%. ولو عاوز اعمل الحارة اللي جنبها يبقى نفس الحكاية، بس اخلي الميل سالب 2% عشان تبقى عكسه. يبقى احنا كده عملنا الميديان والانر شولدر والحرات. بعد كده هيبقى فيه الاوتر شولدر. اوتر شولدر ممكن نجيبه من هنا او في قائمة اللي هي كل شاملة كل الحاجات، فيها الحاجات الستاندرد اللي هي بيزك دي فيها كل حاجة. فاحنا عشان ما نعقدش الدنيا هنعمل بيزك شولدر ونحدد العرض بتاعه. عرض الشولدر ممكن تجيبوه كود، بيبقى من 1.8 لـ2، ممكن نعمله 2. وزي ما قلنا ان هو لو الشولدر مرصوف بعمله سالب 3%، لو مش مرصوف بعمله سالب 5%، فانا هعمله سالب 5. يبقى انا كده عملت الشولدر. طيب بعد كده هنعمل السلوب. السلوب اللي هو سواء حفر او رد. السلوب ممكن اجيبه من هنا يا اما اجيبه من هنا. يعني السلوب بجيبها من حاجة اسمها، اعمل هنا كليك يمين عشان اجيب كل حاجة. هتلاقي حاجة اسمها daylight. daylight ده اللي هو الميل، بس انا عشان السهولة باجي على basic. وفي حاجة اسمها basic side slope cut ditch، دي بقى المدخلات اللي خاصة cut slope بحدده كام، والفيلس بدخل هنا قيمة cut slope بكام وقيمة الفيلس slope بكام. لو قط اسلوب مثلا 3 لـ2 يبقى انا ادخله 1.5 إلى 1. ولو الفيل اسلوب 2 لـ1 يبقى هعمله 2 لـ1. ودي ملناش دعوة. يبقى انا كده دخلت
ميل القط بكام وميل الحفر بكام، هاجي على آخر نقطة في الشولدر وأدوس عليها. يبقى أنا كده عملت مكونات الأسيمبلي للطريق الرول، بس أنا عملته للناحية اليمين، عاوز أكرر الكلام ده للناحية الشمال. بدل ما أعمل الكلام ده من أول وجديد، هنعمل أمر سهل اللي أنا بستخدمه في الأوتوكاد، الشولدر. هعلم على المكونات اللي عاوز أوديها الناحية التانية أو أعمل لها ميرور، هعلم على ده وده 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 وأعمل له ميرور. هنا الميرور مش هعلم على السنتر لاين، هعلم على النقطة دي. يبقى انا كده المكونات اللي هي كانت على اليمين بقت على الشمال، وكده خلصت استعمال اسيمبلي بتاعت الرور. الخطوة الأهم في الموضوع ده قبل ما ننقل ونعمل الكوريدور، إن احنا لازم نتأكد إن احنا السوبر إليفيشن اللي احنا حسبناه لازم يتطبق على الحارات دي. فأنا خلاص كده انتهينا من عمل الأسيمبلي للرولر. قبل ما نخلصه لازم نتأكد إن احنا دخلنا سوبر اليفيشن للحارات دي عشان سوبر اليفيشن يطبق عليه. فاحنا اللي احنا هنعمله ان احنا ما ندخل سوبر اليفيشن للحارات دي، كل حارة من الحارات دي نطبق عليها سوبر اليفيشن. نعلم على الحارة ونيجي على بروبرتيس ونيجي على الخانة دي اللي هو سوبر اليفيشن، ونحدد هنعمل انهي ميل ليه. اللي احنا هنعمله ان احنا نختار الحارة دي مين، يبقى احنا هنختار لايت لين اوت سايد. نعمل اسكيب، ندخل على الحارة اللي بعدها، دي حارة يمين، يبقى نفس القصة، نعمل رايت لين اوت سايد. ونفس الحكاية للشمال، نعلم على الحارة دي ونختار يو سوبر الفيشن، هيبقى ليفت لين اوت سايد. ونفس الحكاية اللي جنبها، ليفت لين اوت سايد. يبقى احنا كده دخلنا سوبر اليفيشن للحارات اللي عندي. يبقى احنا كده انتهينا من عمل الاسيمبلي للرورر، وعرفنا ازاي نعمله من اول الميديان لحد ميل الحفر. زي ما قلنا بنعمل الجزيرة، وبعد كده الحارات سواء كراون او بلانر، وبعد كده الشولدر، وبعد كده الميل. ولو عاوزين نعمل الكلام ده الناحية التانية بنعمل ميرور. عرفنا ازاي كده، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل الاسمبل للطريق الرولر ونطبق سوبر اليفيشن على الحارات دي. الخطوة اللي بعد كده ان احنا نعمل الكوريدور. الكوريدور نيجي على هوم، ونيجي على أمر كوريدور. كوريدور هو عبارة عن إن أنا أمثل الطريق عندي في شكل 3D، إن أنا أعمل موديل للطريق. طبعا الكوريدور مكوناته الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده، سواء الالاينمنت، السيرفيس، البروفايل، الاسمبلي. يعني هو الكوريدور يشمل كل المكونات اللي قبل كده، يعني هو معتمد على الحاجات السابقة. يبقى احنا اول حاجة هنختار الالايمنت. الالايمنت الالايمنت
ممكن يا اما نختارها من هنا يا اما نختارها من الرسم. يبقى هنا ممكن لو عاوزين نختارها من الرسمة ندوس على دي وندور عليها في الرسمة، اهي دي الالايمنت اللي شغالين عليها، نختارها والبروفايل هيبقى الفايل الديزاين مش الارض الطبيعية، مش ده هيبقى الفاينل ديزاين. الاسمبلي اللي احنا لسه عاملينها هنختارها اللي هي دي رورا روت، وهنختار السيرفس اللي هو احنا عملنا عليه الطريق، يا اما نختاره من هنا يا اما نختاره من رسمة. نختاره من رسمة اوكي. هيجيب لي مراجعة للمكونات الكوريدور، ايه الالايمنت وايه البروفايل واهو الاسمبلي. خلاص عدينا المكونات دي، نعمل اوكي. البرنامج هيعمل بيلد للكوريدور، نعمل ريبيرت كوريدور. بياخد وقت، كل ما طول الطريق طويل هياخد وقت كده. الكوريدور ظهر عندنا، او ده الكوريدور عندنا اهو. نيجي نبص كده، هنلاقي في جوانب الطريق في جزء اخضر وفي جزء احمر. احنا زي ما قلنا ان اخر مكون في الاسيمبلي كان اللي هو الايه الاسلوب، سواء قط او فيل. فالأخضر بيعبر لي عن الفل والأحمر بيعبر لي عن القط. يعني معنى الكلام ده إن أنا المنطقة دي هيبقى فيها فل. يعني احنا لو جينا نبص على البروفايل كان فيه فل وبعد كده قلب قط. فاول اول اول الطريق هيبقى فيه فيل وبعد كده هيبقى فيه قط. اهو بنمثل الفيل باللون الاخضر والقط بنمثله باللون الاحمر، بعد كده قط هنا قلب فيل، كل ده فيل، بعد كده قط. كل ده الأحمر ده معناها إن ده قط سلوب من الحفر وده فيلم. ده قط وبعد كده قلب فل، ده كل ده فل مدام باللون الأخضر. وهكذا نيجي نبص على المنطقة دي، نيجي لنقطة تانية ان احنا لو عندنا كوبري. يعني انا في البروفايل كده في ارتفاع عالي في كوبري هنا، الكوبري بيبقى ارتفاعه عن الطريق المتقطع معاه طبعا الاشتراطات كود 5.5 متر. فانا لما نيجي نبص
لا هنا في كوبري وكليرانس 6.5، 6.58 أعلى من 5.5، يبقى أنا في كوبري هنا هعمله، يبقى أنا هعمل هنا كوبري مش هعمل طريق، يبقى أنا هعمل أسمبلي مخصص للكوبري في المنطقة دي. يبقى أنا لازم أحدد الستيشن اللي هعمل عندها كوبري، هيبقى نهاية الكوبري عند ستيشن 45 وبدايته عند ستيشن 44. يبقى أنا هعمل اسمبلي للكوبري من ستيشن 44 لستيشن 45. يبقى احنا اللي هنعمله دلوقتي هنعمل اسمبلي خاص بالكوبري، نيجي جنب الاسمبلي بتاعة الطريق ونعمل اسمبلي للكوبري، نعمل اسمبلي جديد ونسميه بريدج، كده عملنا سنتر لاين الاسمبلي نعلم عليه ونيجي على طول باليت. هنا في اسمبلي جاهزة للكوبري، نعمل كليك يمين هنا عشان نبين القوائم كلها، نعمل على بريدج اند ريل. في عندنا نوعين من الكوبري، كوبري اللي هو بوكس مفتوح وفي كوبري مصمت، نختار اي واحد فيهم، ممكن نختار ده ونحدد العرض بتاعه هنا، ممكن نعمله على عرض الطريق، يعني نعمله 15 يمين و15 شمال عشان يبقى 30 في الاخر. كده عملنا الكوبري. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنعدل الكوريدور بحيث ان هو يطبق الاسمبلي بتاعته كوبري من الستيشن، من بدايته لنهايته، من ستيشن 44 ل 45. يبقى احنا هنيجي على الكوريدور بتاعنا، ممكن يا اما نختاره من هنا يا اما نختاره من هنا، نختاره من هنا، نعلم على الكوريدور نختاره، وهنيجي على كوريدور بروبرتس ونيجي على البرامتر. اللي احنا هنعمله هو اطبق الاسمبلي بتاعت الطريق على الطريق كله. احنا عاوزين منطقة محددة اللي هي من ستيشن 44 ل 45 نطبق عليها الكوبري، فاحنا اللي هنعمله ان المنطقة دي هنقسمها لتلات تقسيمات، من 0 ل 44 هتبقى روت، ومن 44 ل 45 كوبري، ومن 45 لآخر الطريق هتبقى طريق. يبقى احنا هنعمل نيجي على المنطقة دي ونعلم عليها ونعمل كليك يمين ونقول له ان انت اعمل لها سبليت فصل. وهنحدد الستيشن اللي هعمل عندها فصل، هتبقى ستيشن اهو ده الطريق اللي انا متقاطع معاه اللي هو هعمل عنده كوبري، هتبقى الستيشن زي ما قلنا عند 44، هختارها هنا بقى. انا كده اختار ممكن اعمل فصل ان انا اعلم على الكوريدور،
واجي على سبليت ريجون واختار المنطقة اللي عاوز اعمل لها فصل، واحدد الستيشن اللي عاوز اعمل عندها فصل. قلنا ان انا هعملها عند ستيشن من 44 الاول، كوريدور بيعمل ريبيلد من اول وجديد، بياخد وقت كده. عمل فصل عند ستيشن 44، هنعمل فصل عند ستيشن 45 نفس الحكاية. نعمل سبليت ريجون واختار المنطقة اللي انا هعمل فيها فصل اللي هي المنطقة دي، واختار ستيشن نهاية الكوبري اللي هي هتبقى 45، برضو بيعمل موديل الكوريدور بياخد وقت. يبقى احنا كده عملنا 3 مناطق، قسمنا منطقة واحدة وخليناها 3 مناطق. المنطقة الوسطى هتبقى الكوبري. نرجع لكوريدور بروبرتس، وعند بارامتر المنطقة الأولى زي ما قلنا هتبقى رورال روت، اسمبلي خاص برورال روت. المنطقة الوسطى هتبقى الكوبري، يبقى احنا نغير الاسمبلي بتاعها. نعلم نعمل كليك على هنا ونغير الاسمبلي بتاعها، هيبقى بريتش. اوكي، وده زي ما هي رورال روت. يبقى احنا كده اللي احنا عملناه اللي احنا قسمنا المنطقة دي ل3 مناطق وخلينا المنطقة الوسطى اللي هي منطقة الكوبري. نعمل اوكي ونعمل ريبيرد للكوريدور، وهعمل ريبيرد للكوريدور. هنلاقي ان هو خلى المنطقة الأولانية طريق وخلى المنطقة التانية كوبري، وبعد كده طريق. نلاقي الأسمبلي اللي في النص المتغير اللي هو يمثل لي الكوبري. طيب احنا عاوزين نتفرج على السكاشن الخاصة بالكوريدور دي. نشوف سكشان الكوبري شكله ازاي، سكشان السوبر اليفيشن شكله ازاي، الحاجات دي. مثلا احنا عاوزين نشوف السوبر اليفيشن في اول كيرف اللي هو من ستيشن 2 كيلو لحد ستيشن 3، عاوزين نعرف السكشن شكله ازاي. وبرضو هنتفرج على السكشن بتاعت الكوبري اللي عند ستيشن من 44 ل 45. فاحنا اللي نيجي نعمله ان احنا نعلم مع كوريدور ونضغط عليه ونعمله سيلكت كليك شمال. السكشن اللي احنا هنتفرج عليها بندوس على حاجة اسمها سكشن اديتور. عشان نتفرج على السكاشن نيجي على حاجة اسمها سكشن اديتور، دي اللي هي بتبين الكوريدور عامل ايه. هيفتح لي 4 نوافذ بالشكل ده، واقدر من الخاصية دي ان انا عند اي حتة في الكوريدور اشوف السكشن عامل ازاي. هنا افتح لي 4 نوافذ، دي النافذة اللي هي الخاصة بالالاينمنت، دي النافذة الخاصة بالبروفايل، دي النافذة الخاصة بالاسمبلي، دي النافذة الخاصة بالكروس سكشن. انا مثلا عاوز اشوف الكروس سكشن اللي عنده سوبر اليفيشن. مثلا انا زي ما قلنا ان انا عاوز عندي كيرف عند ستيشن 8
600، عاوز اشوف السوبر اليفيشن او كروس سكشن عامل ازاي. اجا هنا بختار الستيشن اللي انا عاوز اخد عندها كروس سكشن، يبقى نيجي على ستيشن 8600. اقوم عند ستيشن 8600، مبين لي السكشن بتاعها او السوبر اليفيشن، او الجنب الشمال مختلف عن جنب اليمين لانه طبق السوبر اليفيشن. وهنا الميول هنا احمر، يبقى الميل هيبقى هنا حفر، الميل هنا حفر، عشان هو انا لون احمر يبقى الميل هنا حفر قد سلوب. طب عاوزين نشوف ميل فيل عامل ازاي، او الاخضر ده اللي هو بيعبر لي عن الفيل. هنلاقي الفيل عند ستيشن 14، نيجي عند ستيشن 14 ونشوف الفيل سلوب عامل ازاي. نيجي عند ستيشن 14 اللي عندها فيل سلوب، نشوف الفيل سلوب شكله ازاي. اهو عند ستيشن 14 زي ما احنا شايفين الفيل سلوب اهو، وبرضو السكشن ده في كيرف هنلاقي فيه سوبر اليفيشن، يبقى ده الفيل سلوب. وزي ما شوفنا قبل كده القط سلوب ده الفرق ما بينهم. طيب احنا عاوزين نتفرج على الكباري. الكباري زي ما قلنا عند السيشن 44، نشوف هل الاسمبلي بتاع الكوبري اتطبق ولا لا. يبقى احنا هنيجي نختار ستيشن 44، نيجي عند ستيشن مستريحتين دي، شوف كروس سكشن عامل ازاي اهو. ده اللي هو الكروس سكشن الخاص بالكوبري اتطبق اهو. يبقى احنا كده عرفنا نطبق الاسمبلي بتاع رولر روت، وعملنا الكوريدور بتاعه، وحاولنا نشيك على الشغل بتاعنا ان احنا نبين السكشن بتاعه عن طريق خاصية السكشن ايتو. شكرا، ونكمل ان شاء الله هنشرح ازاي نعمل الاسمبلي للاربان روت.